السلام عليكم، والله يسعد كل اوقاتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل فيل السمك بصوص الليمون. بيطلع معنا بالشكل الحلو اللي انتم شايفينه الان. طريقته جدا سهلة وبسيطة وطعمه بيطلع كتير طيب، ايضا صحي. وصفة كتير حلوة وسهلة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وفرجة ممتعة. لعمل وصفة لليوم راح نحتاج الى، عندي هنا 2 فيلي من السمك الابيض، عندي السمك الدوري، ممكن تستخدموا اي فيلي سمك ابيض مو شرط هذا. ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقتين تقريبا من الماء، عصير حامضة اللي هي ليمونة، ملعقة صغيرة من الزبدة. هنا عندي نفس الليمونة بشرتها قبل ما اعصرها، فص واحد من الثوم اختياري بس انا حابة احطه، شوي شرايح من الفلفل الحار حتى هي اختياري، شوي من الكزبرة، انا لانه احب الكزبرة مع السمك حطيتها، اذا ما تحبون الكزبرة ممكن تستبدلوها بالبقدونس. اوكي، عندي هنا شوي من الطحين ومعاه شوية من الكورن ميل، هذه الذرة الصفراء اللي تجينا مطحونة، انا بستخدم هذه. اوكي، احب استبدل شوي من الطحين بهذه الذرة. بالنسبة للبهارات عندي هنا الثوم البودرة، فلفل ابيض، هذه بهارة السمك، اذا عندكم تستخدموها، اذا ما عندكم ما تستخدموا، عبارة عن فلفل اسود وبشر الحامض وبشر البرتقال وكزبرة ناشفة، شوي سكر شوي ملح، يعني الاعشاب اللي هي تجي طيبة مع السمك. الطريقة جدا سهلة وبسيطة مثل ما راح تشوفون. دائما لما نكون مستخدمين سمك وراح نعمل فيه طحين يفضل اننا نشفه كتير منيح من الماء لحتى ما ياخذ معنا كمية طحين كتيرة. ثم الان راح نخلط المكونات اللي هي نغطي بها السمك. عندي هنا الطحين مع هذه الذرة، اذا لاحظتوا انا ما قلت الملح لسببين. السبب الاول انا منقص الملح باكلي، اوكي، والسبب الثاني لان عندي صوص الليمون فبتعطينا طعم كتير طيب للسمك، فما ما بيبان كتير انه منقصين ملح. فمثل ما انتم شايفين هنا حطيت الثوم البودرة والفلفل الابيض معاهم شوي من هذه الاعشاب اللي خاصة بالسمك، هذول اخلطهم كتير منيح زي كده. بعدين بجيب شرايح السمك بحطها هنا مثل ما انتم شايفين لانه مسحناه كتير منيح فما بياخد معنا كتير طحين، وهذا اللي نحن نبغاه. اوكي، راح اعمل الشريحتين الان. طبعا اذا حبيتم ممكن تقطعون الشرايح، انا حبيت اعملهم صحاح زي كده، صاروا عندي جاهزين. الان راح نقلي. فعندي هذه المقلة اللي سخنتها على النار، حطيت فيها زيت الزيتون وايضا شوي من الزبدة. هي هذه الوصفة تنعمل بالزبدة فقط، ولكن انا استبدلت الزبدة بزيت الزيتون. طبعا نستنى على هذه الزبدة تذوب. ثم بنجيب شرايح السمك ونحطها زي كده. هذه الان ما راح نحركها او نعمل فيها ولا شيء، بس نحس انها نجت من تحت نقلبها. اوكي، يعني التقليب يكون مره واحده. كيف نعرف انه السمك صار جاهز واقدر اقلبه؟ بنطلع على الجوانب بنشوف هو اصلا السمك بلون بيكون لونه زي الشفاف، بنشوف انه اللون صار ابيض لاكثر من المنتصف، فوقتها بنقلبه. فمثل ما انتم شايفين هنا بالسباتولا زي كده. كده المفروض اقلب. اوكي، هذا راح استنى عليهم حتى الناحية الثانية تنتبه وتتحمر ونكمل. بعد ما اجهز معي السمك راح اخذه زي كده واحطه مباشرة في الصحن اللي راح اقدم فيه. اوكي، فانا هنا حطيته في الصحن، هذا هو. الان راح نخلي هذا على جنب ونكمل بقية عمل الصوص. طبعا بالنسبة للزيت هنا اذا كنتوا راح تقلوا سمك ثاني حلو، انا لان عندي سمكتين فقط فافكر اخفف شوي من الزيت اللي هنا، بس بواسطة كلينكس زي كده اسحبه. شايفين؟ حابة الان ابشر فص، اول شيء انقص النار، ابشر فص الثوم مثل ما سبق وذكرت، هذا انا احب احطه، اذا حبيتوا ما تحطوه ما تحطوه.
بس السمك بيطلع كتير طيب معها الثوم زي كده. اقليهم بس ثواني لانه عندي مبشور كنافه ممكن ينحرق معي بسرعه. احط عصير الليمون، دقيقتين، وحط ايضا رقائق الحر اللي عندي هنا مع الليمون المبشور اوكي اللي هو هذا، حركهم زي سيدة شوي. انا لحتى اطبخ ثوم زيادة احب احط شوية مي اوكي. رح نشوف انه هذه الصلصة بتجمد معانا شوي لانه نحن حطينا شوية طحين في السمك فهي بتخلي لنا الصوص يجمد. هذه محتاجة نحركها شوي فقط على النار تكون صارت عندي جاهزة. هذا الصوص يا حلوين نحن بنحركه فقط دقيقة على النار ويكون صار جاهز عندي. رح احطه زي كده على السمك بهذا الشكل. اخر شيء تزيين بسيط مثل ما انتم شايفين هنا، حطيت شوي كزبرة على الصحن، شريحتين من الليمون، وبنرش عليه شوي من الكزبرة اللي مقطعينها نحنا زي كده صغيرة، بيكون صار عندنا جاهز. خلاص يا حلوين هذا الشكل النهائي للسمك مثل ما سبق وشفتوا. طريقة جدا سهلة وبسيطة ويطلع طعمه كتير طيب كتير خفيف بالاكل. فيكم انتم تتحكمون بنسبة الحموضة، ممكن تزيدوا ممكن تقللوا، المهم كل ما قللتوا الحامض استبدلوه بشوي ماء لحتى يطلع لكم شوي صوص بالاخير. اللي عندهم حساسية الجلوتين ممكن يستخدموا الكمية كلها من طحين الذرة الاصفر، عادي ما يضر بيطلع كتير طيب ايضا. اذا عاملين دايت مثل ما شفتوا الطريقة جدا صحية وكتير حلوة، انا عاملة دايت وهذا كان صحني. مثل ما انتم شايفين اضفت له شوي من الخضار اللي معمولة بالبخار، مزجتها مع ورق السبانخ الفريش، يعني ما طبخت ورق السبانخ، فالحمد لله طلع طعمها كتير طيب. هذا كل شيء عن وصفتي لليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي، ومع السلامة.